are all I need. أيوب تاور ريزيدنشل وكوميرشل تاور موقع استراتيجي بالأشرفية تحديداً شارع السيدة على بعد دقائق من ساحة 60 وقريب من أهم المراكز التجارية بالمنطقة. ألف من 3 بلوكس 13 طابق كل بلوك ومساحات الأبارتمنتس الأفيلبل للبيع 100 و128 متر مربع. أما بآخر طابق شقتين مميزين دوبلكس 165 متر مربع وسامبلكس 256 متر مربع. قسم من الأبارتمنت شقتين بالطابق وقسم مساحته 100 متر مربع شقة واحدة بالطابق. طابقين مخصصين للأقسام التجارية صالحة للمؤسسات والبنوك وبتتراوح المساحات بين 80 و275 متر مربع. هاي اند فينيشينج وانترناشونال ستاندردز بالعمار، سيكيورتي عالية وسيفتي سيستم ضد الحرائق والزلازل. أيوب تاور بيتميز ببرايم لوكيشن واكسس سهل وكاشف على فيو بحر وجبل، أما التسليم بأواخر 2018. أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين بتتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقله تابع لها جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركين. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنتس، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. High end specifications, double walls and glazing, European bathrooms and kitchens, تجهيز solar system وAC. موقع البروجكت قريب من أهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. أوهانا هيلز فيلاز مشروع under construction كاشف على سيفيو ما بينحجب، كل فيلا مستقلة بعيدة 12 متر عن الفيلا المجاورة والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط، starting price 390,000 دولار. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن تطور بشكل كبير ونوعي خلال فترة السنة الماضية. موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقسه معتدل صيف وشتاء. عجلتون سان جورج جيتد بروجكت بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، ومن أبرز مميزاته مدخل خاص، طرقات ومساحات داخلية خضراء، أمفيثياتر وبلاي جراوند. موقعه استراتيجي على بعد أمتار من الطريق العام ومصمم بشكل مدروس وغير مضر بالبيئة. أما مساحة الأراضي للبيع 2000 متر مربع وما فوق. Exclusive Gated Residential Project موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز التجارية والترفيهية والطبية بالمنطقة.